السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أنا الأخت من الجزائر. مرحبا يا أختي من الجزائر، تفضلي يا أختي الكريمة. مرحبا بك، كيف حالك أخ إياد؟ الحمد لله بخير، سعيد بتواصلكم يا أختي. نعم تفضلي. أخ إياد، أنا عندي حلم. أيوة أحلمت بعد صلاة الاستخارة، نعم، استخارة استخرت على شخص كان يحاول يتقدم بالتخطي إلى خطبتي. ولكن في الحلم، كلمة يحاول معناتها لم تتم الخطبة، هل تمت الخطبة أم لا؟ لم تتم، مجرد كلام. مجرد كلام، يعني تكلم إنه بيخطبك ولكن لم يلتزم بكلامه، ما لم جد. الظروف المادية شوية صعبة ظروفه. يعني، وحلمت به. نعم تكلمي، تفضلي. أحلمت به هو وأمه عندنا في البيت. أمه أتتني بعباية سودة نعم. ألبستها لي، والعباية السوداء كان قماشها كثير من نوعية رفيعة جدا، كأنه مصنوع من الحرير. نعم. وألبستها لي، وكانت على العباية مطروز بخيط أخضر من الفوق حتى الأسفل من نعم. الأمام، وضعت لي على رأسي خمار أبيض، نعم. وهي هيك كانت تبتسم وعانقتني، ضمتني إليها، وكانت جد فرحانة بيا. نعم. وابنها كان جالس ولم يقل ولا كلمة، وكان كأنه محتار. وهذا نعم. هو الحلم. ولكن لم يتقدم وما تقرب لك، هل حلم قبل ما يقول لك انه ما يقدر يتقدم ولا بعد؟ لا، هو يقول بأن الظروف المادية شوي صعبة، زي ما يطلب مني أنا أن أتبع شوية. انت الحلم بعد الاستخارة استخرتيها بعد ما قال لك ظروفه المادية صعبة ولا قبل؟ نعم، بعد الظروف. بعد. طيب يا اختي الكريمه، الحلم فيه دلاله على ان هذا الشاب راح يكون اوضاعه فعلا صعبه مدى طويل مش فتره قصيره، وراح يربطك معاه بالامل، وانك انت الشيء الوحيد اللي راح يصبرك الايمان. فانصحك اختي الكريمه مراجعه هذا الشخص واعاده حساباتك فيه، لانه سوف يربطك فتره طويله جدا وهو على هذه الحاله ما بين خير وشر، والله اعلم. في